الصينية بتاعتي. أنا ميرا مروم، بعمل وصفات لعناية البشرة والشعر والجسم، وبعمل ريفيو عن منتجات كتيرة جدا، وبتكلم في موضوعات عامة في حياتنا اليومية. فيديو النهاردة بتاعنا هيكون عن طريقة فعالة جدا للتخسيس في ساعتين فقط لا غير. الطريقة دي فعالة متجربة، ناس كتير جدا جربتها، انا عن نفسي جربتها، وكتير جدا من قرايبي برضو جربوها. ان شاء الله هتنفعكم. البنات اللي عندها سمنة في مناطق معينة في جسمها، مثلا في الارداف، في المؤخرة، في الكتف، في البطن، في اماكن معينة، مثلا مش في جسمها كلها، تمام؟ هتستخدمي حاجة واحدة بس لمدة ساعتين يوميا، يعني هي كل يوم بتخسي انت، يعني في المرة الواحدة انت بتخسي. هتستخدمي الحاجة دي لمدة ساعتين يوميا، في خلال اسبوع او 10 ايام هتلاقي نفسك خسيتي وبطريقة كبيرة جدا. طبعا مع الحاجة دي هقول لكم تعملوا ايه كمان عشان تخسوا بسرعة. هي دي الحاجة، النايلون. النايلون ده اصلا بيستخدم لحفظ الخضروات، ولو مثلا عايزة في بقايا اكل وعايزة تغطيها وملهاش غطا، بتحطيها في التلاجة وبتلفي ده حواليها علشان مش تبوظ، تمام؟ زي ما هنا حطيت لك الاستخدامات بتاعته. اللفة دي انا مش فاكرة كانت بكام الحقيقة، يعني دي بقالها فترة. اللي انت هتعمليه، هتاخدي شاور، هتلفي ده على جسمك على المكان اللي انت عايزاه يخف، مثلا عايزة رجلك زي ما قلتلك، الارداف، كتفك، بطنك، المكان اللي انت محتاجاه ان هو يخف، هتلفي 3 لفات عليه وتبدأي تعملي رياضة. تبدأي تتمشي في البيت، تبدأي تعملي رياضة خفيفة، بس خلي بالك عشان هو لما بينزل دهون بيبدأ يتزحلق، فالرياضة ما تكونش عنيفة عشان هو يعني ايه ما يتزحلقش من جسمك خالص ويقع. بتبدأي تعملي رياضة خفيفة، تتمشي، هتلاقي ان بيطلع من جسمك دهون مش عرق، انت هتحسي انها دهون، الدهون هتسيح. فكرته نفس فكرة الأجهزة اللي بتيجي في التلفزيون، اللي هي بتحطيها وتبدأي تعملي رياضة فتبتدي تخسي، بس ده أرخص. يعني لو الجهاز عامل 200 جنيه مثلا، انت ممكن تجيب اللفة دي مش عارفة، ممكن تكون ب25 جنيه مثلا، وتقعد معاكي شهر وتخسسك اللي انت عايزاه، يعني الهدف بتاعك. شفتي عايزة تخسي كيلو، 2 كيلو، 3 كيلو، وفي نفس الوقت حاجة بسيطة جدا 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 يعني، تمام؟ بتحطيها ساعتين وبعد كده بتبدأي تشيليها وتمسحي الدهون الأول، وتمسحي الدهون كويس جدا الأول عشان جسمك مش دهني يعني. وبعد كده تاخدي الشاور كويس، مش عايز تاخدي الشاور لو حاطه في رجلك مثلا أو في ايدك، بس اغسليها كويس بالشاور جل وجففي المنطقة. تاني يوم عيدي لمدة 10 ايام، كل يوم ساعتين، ولفي جسمك برضو وكل ده. بس عايزة اقول لكم حاجة، يعني مثلا انا اتكلمت قبل كده في نقاط اللي هي بتخسس البطن وخطوات تخسيس البطن او الكرش وخطوات للتخسيس عموما. فانتي مثلا تيجي تستخدمي ده، مش ده بس، معاه الخطوات بتاعه البطن، معاه الخطوات بتاعه الجسم، معظم بتاعه البطن ممتده من بتاعه الجسم. فانت هتاخدي الخطوات بتاعتك وتبداي تعملي ده، يعني مش ده فقط يا بنات، تمام؟ هو ده هينزلك وهيخسسك، بس لازم خطوات. ما بقولكيش اعملي دايت، بس التزمي بالخطوات والرياضه وده، وان شاء الله هتخسي، تمام؟ لو الفكره دي عجبتكم اول مره تسمعوها مني، او سمعتوها قبل كده وسمعتوها مني برضو، اعملوا لي لايك على الفيديو وقولوا لي رايكم. اللي هيجرب اي حاجه من اللي انا بقول عليها ياريت يقول لي رايه. باي باي يا بنوتين.